يا مساء الخير على حضراتكم. النهارده عندنا حاجات كتيره جدا وموضوعات كتيره جدا عايزين نتكلم عليها النهارده. اول حاجه طبعا او اول ملفاتنا عايزين نتكلم عليها النهارده هو لقاء الوداد غدا في دوري ابطال افريقيا. مباراه ما فيهاش هزار ولا مجال لرفاهيه التعادل. الفوز ثم الفوز ثم الفوز، هو ده طريقنا كده اللي مبروزه في المجموعه الرابعه لو احنا عايزين نكمل المشوار. ايه بقى طريقنا اللي احنا المفروض نمشي؟ نفوز على الوداد هنا نوصل 5 نقاط، نفوز على بيترو اتلتيكو في انجولا نوصل 8 نقاط، نفوز على ساجرادا هنا نوصل 11 نقطه. هل عندنا طرق تانية؟ لا، ما عندناش اي طريق تاني غير السيناريو اللي لسه قايله لحضراتكم دلوقتي، ولكن احنا برضو عندنا ثقه كبيره جدا 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 في لاعبتنا، هم لعيبه كبيره وقد المسؤوليه. وحقيقي يعني كان الله في عون المدرب فيريرا. ليه؟ لانه هيبدا مشواره على طول كده مع الزمالك بمباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا جدا، واحنا بنعتبرها نهائي مبكر للبطوله، الزمالك والوداد. والحقيقه يعني الصعب في هذه المباراه ان الوداد جاي بكامل قوته الضاربه. طيب لما الوداد يكون جاي بكامل قوته الضاربه، احنا وقتها المفروض نعمل ايه؟ احنا محتاجين من لعبتنا ان هم يعملوا 3 حاجات بس. اول حاجه الهدوء، تاني حاجه التركيز، تالت حاجه يبتعدوا تماما تماما عن اي عصبيه ممكن تقابلهم. اما بقى داخل ارض الملعب، ومن الحاجات المهمه ان احنا نستغل انصاف الفرص، لان فعلا هي دي ماتشات التفاصيل الصغيره. ومهم برضو من لعبتنا في هذه المباراه المهمه ان احنا ننفذ تعليمات المدرب فريرا بنسبه 100%. عايزين نتكلم برضو عن مزايا فريرا في هذه المباريات، ان هو عنده حقيقي كمدرب يعني هو عنده قدرة فعلا على التعامل مع المباريات الكبيرة. مش بس كده، هو قادر ان هو يقرأ المنافس اللي قصاده بشكل جيد جدا وقوي جدا. ولكن برضو الزمالك عنده أوراق رابحة الصراحة، يعني انت ممكن تقدر تخلص الماتش ان انت عندك لعيبة مهمة جدا وقوية جدا يقدروا ان هم يخلصوا لك الماتش، زي أشرف بن شرقي وأوباما وإمام عاشور، وكمان عندك زيزو، عندك كمان بدلاء يقدروا يصنعوا الفارق في أي وقت. المباراة مش سهلة، فعلا هي مباراة مش سهلة، احنا لازم نركز فيها بنسبة 100%. ولكن من الإيجابيات في هذه المباراة ان الأمل لسه موجود ان احنا ننافس على التأهل لدور الثمانية. أهم حاجة زي ما قلت لكم ان النفس، ان الأمل يكون لسه موجود وان احنا ننافس لآخر دقيقة. اللي احنا عايزينه بقى ايه؟ ان احنا نتمنى نشوف تحكيم عادل من غير أي أخطاء فادحة، خاصة ان هذه المباراة او في مرحلة المجموعات ما بيبقاش في تقنية الفي ار او الفار او الفيديو زي ما حضراتكم يعني بتسموها ايا كان. ولكن في النهاية كل الدعم لنجومنا في مباراة الوداد بكرة ان شاء الله، ونقدر ان احنا نحصد اول انتصاراتنا في المجموعة. تاني حاجة بقى عايزين نتكلم عليها النهاردة وهي مهمة جدا جدا، هي ملف الصفقات الجديدة. عايزين هنا كلامنا يمين لمين؟ للجماهير. عايزين نقول لكم اطمنوا، اطمنوا جدا كمان، يعني مجلس الإدارة خلاص رصد ميزانية كبيرة للتعاقدات الصيفية، مفيش عندنا أي أزمة مالية. في لعيبة طبعا سوبر أكيد محطوط العين عليهم أو هم تحت المنظار، هيكون طبعا في مفاوضات فور الحصول على الضوء الأخضر من فريرا لضم أي لاعب. والحقيقة إن أنا شخصيا عندي ثقة بنسبة 100% إن الزمالك قادر جدا ان هو يحسم اي صفقه هيدخل فيها في الميركاتو الصيفي. لكن المهم في الموضوع ده واللي عايزه اكلم حضراتكم فيه، وحاجه هي اهم من الصفقات نفسها، الجمهور. لازم انت كجمهور تبعد نفسك تماما انك انت تضغط على الاداره تجاه اي لاعب. اوعى اوعى تضغط على الاداره علشان تشتري لاعب. سيبوا الجوانب الفنيه دي للاداره وكمان للجهاز الفني. انت ليه بقى؟ هقول لك، انت كمشجع عموما لما بتتدخل او بتضغط علشان لاعب معين، على فكره انت ممكن بدون قصد طبعا ترفع من سعر اللاعب ده، ده غير ان انت ممكن تدخل انديه تانية في مفاوضات. فافتكر كويس السنين اللي فاتت، وافتكر الزمالك بيعمل ايه في السنين اللي فاتت لما كان بيضم لعيبه، اللعيبه دي كانوا مفاجاه لينا كجماهير، لعيبه الحقيقه لما الزمالك ضمهم قدروا ان هم يحققوا نجاح طاغي في الفريق. مثال ذلك يعني أشرف بن شرقي طبعا وفرجاني ساسي.
حقيقة الاثنين من أفضل المحترفين اللي شافتهم الكرة المصرية في آخر 30 سنة. بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن أنتوا لازم يبقى عندكم ثقة، وثقة مطلقة في اختيارات الإدارة وكمان الجهاز الفني. هم عارفين كويس جدا الفريق محتاج ايه، وكمان عارفين الفريق محتاج مين. انت كمشجع طمن بنسبة 100% اي صفقة الزمالك هيدخل فيها النادي قادر ان هو يخلصها، وهيخلصها في سرية تامة، وهيعلن عنها في الوقت المناسب. انت كمشجع بقى لازم تحط في اعتبارك ان الموسم لسه بدري، لسه مخلص، يعني الصفقات اللي انت بيبقى نفسك فيها مش هتتم الا بعد 4 شهور مثلا على الاقل. فخليك ورا ناديك، وما تضغطش على الاداره لضم اي من اللاعبين اللي انتم نفسكم من الاداره ان هي تضمها. تالت حاجه عايزين نتكلم عليها النهارده واخر حاجه، المهاجمين في الفريق. الزمالك بيراهن الموسم ده على 2 مهاجمين، عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. الحقيقه الاثنين لاعبين مجتهدين جدا ومخلصين جدا لنادي الزمالك، وقدرتهم التهديفيه ما عليهاش خلاف. في صيام تهديفي، ما حدش فينا قادر ينكر ده في الماتشات الاخيره بالنسبه للاثنين، سواء عمر السعيد او الجزيري، بس ده وضع طبيعي، يعني هي مش حاجه شاذه مثلا، لا ده وضع طبيعي جدا على فكره، بيتعرض له اي مهاجم في الدنيا. دورك انت ان انت تدعم، انت لازم تدعم الاثنين دول بنسبه 100%، ولازم يبقى عندك تفاؤل كتير كبير جدا للاثنين دول، لان انت عندك دلوقتي مدرب كبير، مدرب قادر جدا ان هو يدربهم بشكل كويس جدا ويعني يفكوا هذا الصيام التهديفي. فريرا من مزاياه هو قدرته الكبيره على تطوير مستوى رؤوس الحربه، وانا ما بقولش كلامه خلاص، انا بقول لك كده، بقول لك عن تجارب سابقه. شفنا ده في موسم 2014، وشفنا ده كان في 2014-2015، وقتها لو تفتكروا باسم مرسي اللي قدر يسجل 20 هدف في الدوري والكاس، وشفنا بصمته الكبيرة في صناعة المهاجم السوبر، والحقيقة ليه تجارب مع الأندية اللي قادها. يعني الجزيري والسعيد اتنين عندهم ما نقدرش ننكر طبعا ان هم عندهم المقومات والامكانيات اللي تساعدهم بشكل كبير ان هم يقدموا موسم تاريخي الفتره اللي جايه. الاهم من كده ايه؟ ان الجماهير تدعم، وان احنا نركز في المباريات اللي جايه. احنا عندنا هجوم ممتاز، السعيد لو تفتكروا كان احد هدافي الدوري الموسم اللي فات، والجزيري لسه فايز من شهور قليله يعني بلقب هداف العرب، وانا متاكده ان الاثنين الفتره اللي جايه هيكون ليهم دور كبير في انتصارات الزمالك ان شاء الله يا رب الفتره الجايه. عايزين نقول في النهايه يعني كل الدعم لفريقنا ان شاء الله يا رب في لقاء بكره، وان شاء الله نقدر ان احنا نكسب بكره الوداد.